أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طرائف العرب. أيها السادة، نحن في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله بين يدي طرفة لشاعر نعرفه جميعا، ألا وهو أبو دلامة، واسمه زند ابن الجون، وكنيته أبو دلامة. أبو دلامة كان العباسيون يحبونه حبا عظيما لشعره وظرفه وخفة روحه، ولكن كانوا يكرهون فيه شيئا، أنه لم يكن حريصا على التدين. ولذلك اشتد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، اشتد معه في هذا، حتى استحضره وأقسم عليه أن يصلي الصلوات كلها في مسجد أبي جعفر المنصور، ثم هدده بالويل والثبور إذا لم يصلي وقتا من هذه الأوقات في هذا المسجد، ووكل به أناسا يراقبون مجيئه للمسجد ويبلغون الأمر إلى الخليفة. شقي أبو دلامة بذلك شقاء عظيما، وكان يصلي صلاة يتبرم بها للأسف، ولذلك جعل عدة أيام يصلي ثم لم يتحمل فانقطع عن صلاة العصر، فاستدعاه أبو جعفر المنصور ونريد أن نعلم، ترى سينزل به العقاب أم سيستطيع أبو دلامة بظرفه وبشعره أن يتخلص من هذا العقاب؟ هلموا بنا لنشهد ما الذي يحدث. ما الذي منعك عن حضور الصلاة في مسجدي هنا بالقصر يا أبا دلامة بعد أن التزمت مدة من الزمن؟ أطال الله عمر مولانا الأمير، هل يأذن لي أن أقول بذلك شعرا؟ هات أسمعنا قبحك الله. وهل أنا آمن يا مولاي؟ أنت آمن لا أم لك. ألم تريا أن الخليفة لزني بمسجده في القصر؟ ما لي وللقصر؟ أصلي وبالإكراه في غير مسجدي، فما لي من فضل وما لي من أجري؟ يكلفني من بعد ما شبت توبة تحط بها عني المثاقيل من وزري، وما ضره والله يغفر ذنبه
لو أن ذنوب العالمين على ظهري. قبحك الله من مهجن آثم، لا أظنك ترعوي أبدا. لعله لو حج إلى بيت الله الحرام يرعوي يا أمير المؤمنين. جهز نفسك للحج هذا العام بصحبة الأمير موسى بن داود، فقد شفع بك. أطال الله عمر مولانا الأمير، وكيف أتجهز للحج وأنا لا أملك دينارا ولا درهم؟ أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. أعطني إياها يا مولاي كي أتجهز بها من ساعتي. إليك الدراهم، ووافني في الموعد المضروب. هكذا استطاع أبو دلامة أن يقتنص 10,000 درهم على زعم أنه يصلح بها حال نفسه، ولكن هل أصلح بها نفسه؟ كلا، إنه أخذها وفر وجعل ينفقها في الحانات وينفقها فيما لا ينفعه كدأبه دائما. ولما حان موعد الخروج إلى الحج أمر الأمير موسى ابن داود بالبحث عنه، فلم يعثروا له على أثر، وخاف الأمير أن يضيع عليه الوقت، فقال القافلة هيا بنا. صاروا في طريقهم، وعندما شارفوا القادسية من سوء حظ أبي دلامة أنه كان خارجا من إحدى الحانات، فرآه الأمير موسى بن داود، قال هذا أبو دلامة اقبضوا عليه، فقبضوا عليه فوجدوه في حالة سكر، فألقوا به في آخر القافلة. والأمير موسى يريد بهذا أن يأخذه معه الحج حتى يحج وتطيب نفسه وتنصلح أخلاقه، ولكن هل أبو دلامة يريد أن يحج؟ سوف يطلب اللقاء والمثول بين يدي الأمير. لماذا؟ هل سيتوب؟ أم هل يعتذر عن الحج؟ هلموا بنا لنرى هذا المشهد. السلام عليك يا مولاي الأمير، وأطال الله عمرك وأبقاك ذخرا. ويحك يا أبا دلامة، ألن تتوب إلى رشدك وتتوب إلى ربك؟ ألا تنظر لحظة لآخرتك؟ يا أيها الناس، قولوا أجمعون معي: صلى الإله على موسى بن داود، كأن دباجتي خديه من ذهب إذا بدا لك في أثوابه السود. إني أعوذ بداود وأعظمه من أن أكلف قصرا يا ابن داود، والله والله ما في من أجر فتطلبه، ولا الثناء على ورعي بمحمودي. قاتلك الله من نجس رجس، ألقوه من المحمل وليذهب إلى لعنة الله، فإنه والله لا فائدة ترجى منه. خذوه للمصهور أمير المؤمنين ليرى رأيه فيه. ماذا تراني فاعلا بك حتى ترعوي قبحك الله؟ الأمر لله من قبل ومن بعد يا أمير المؤمنين. ماذا ترى يا روح؟ أرى يا أمير المؤمنين أن تدفعه لي فأخذه معي في جيش المقاتلين للقاء الخوارج. أنا أقاتل؟ يا لهفي على نفسي. مولاي، مولاي الأمير، بأبي أنت وأمي إلا ما أعفيتني من رأي القائد روح هذا. والله لا أعفيك يا روح، عليك به. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. اهدأ يا روح. ولما رفع أمر أبي دلامة إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وقيل له إن أبا دلامة لا فائدة فيه ولن ينصلح، غضب غضبا شديدا. ماذا يصنع به؟ وجد أن جيشا قد بعثه أمير المؤمنين للقتال على رأسه الأمير روح بن حاتم المهلبي، فوجدها أمير المؤمنين فرصة سانحة،
قال لروح: يا روح، خذ معك أبا دلامة واجعله ضمن المقاتلين، ولكن هل أبو دلامة يستطيع القتال؟ إنه في موقعة من المواقع حضرها أبو دلامة، وخرج أحد المبارزين يطلب المبارزة، فأخرجوا له أبا دلامة، فإذا أبو دلامة عندما رأى المبارز فر بحصانه، فقائد الجيش قال: من هذا الذي فر؟ أخزاه الله. فلما سمعها أبو دلامة قال: أخزاه فر وأخزاه الله خير من مات ورحمه الله. فهل أبو دلامة هذا يصلح للقتال؟ هلموا بنا لنعلم ما الذي سيكون من أمره. رجل من الخوارج بادي القوة ظاهر الفتوة يطلب النزال، وقد تلكأ الناس في لقائه. ألم يبرز له أحد؟ لا أيها الأمير. عليك به يا ابن الجون، ألم تسمعني؟ لا أسمعك الله. ولكنك ناديت ابن الجون. أليس هذا اسمك؟ بلى أيها الأمير، ولكن لقب أبي دلامة أنساني اسمي من طول ما نوديت به. حسن، عليك به يا أبا دلامة. يا مولاي الأمير، هذا مقام العائذ بك، وقد قلت بيتين اثنين في هذا المقام، ليتك تسمعهما. هات ما عندك. إني استجرتك أن أقدم في الوغى لتطاعن وتنازل وضراب، فهب السيوف رأيتها منشورة فتركتها ومضيت في الهراب. ماذا تقول لما يجيء وما يروح من واردات الموت في النشاب؟ دع عنك هذا، ولا بد من القتال. مولاي، ناشدتك الله في دمي يا مولاي. والله لئن تراجعت لهدرنا دمك. إن لله وأن إليه راجعون. إنه والله آخر يوم في الدنيا وأول يوم في الآخرة. لا بد يا ابن الجون. إذا كان لابد يا مولاي فوالله أنا جائع، فمر لي بشيء أقتات به قبل الموت. بل اطلب ما تريد. دجاجة مشوية ورغيفين. أعطوه ما يريد، وهذا سيفي فلتقاتل به. خذ يا هذا، هات يا هذا. أبي هذه السرعة، أقسم أنها مكيدة مدبرة. وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الفقر وفي الفقر وقع، من ثكلته أمه فلا رجع. على رسلك يا أخي، على رسلك أيها الرجل، فهل تقاتل من لا يقاتلك؟ لا. هل تقاتل من هو على دينك؟ كلا، فاذهب عني إلى لعنة الله. يا أخي والله لن أذهب حتى تسمع كل كلامي. قل يا أخي، هل كان بيني وبينك عداوة لا سمح الله؟ لا. أو تعرفني أو أعرفك من قبل؟ لا. هل تعلم أن هناك عداوة أو خصاما بين أهلك وأهلي لا سمح الله؟ لا، ثكلتك أمك. يا أخي أمي. يا أخي اسمع أرجوك، وأنا أشهد الله أنه ليس بيني وبينك إلا الخير والود والإخاء. نعم، بل أريد السوء بمن عاداك. صدق. يا هذا، جزاك الله خيرا، انصرف. لا لا، ماذا تعني انصرف؟ ثكلتك أمك. لا يا أخي لا. اسمع، فإن معي زادا أريد أن أكله معك. نعم، لتزيد المودة بيننا، ويرى أهل المعسكر من الطرفين هوانهم علينا. ليكن،
اجلس يا أخي. إن هذا الجاهل روح قد ندبني لقتالك. نعم. ونقاتل بعضنا بعضا، وهو سهيم آمن يتفرج. قل قل يا أخي، إني أناشدك يا أخي بمن عقد بيننا من حب وإخاء ومؤاكلة أن تبرز اليوم لقتال أحد منا. قد فعلت. السلام على. وعليك السلام. ماذا فعلت بخصمك يا ابن الجوم؟ يا مولاي، لقد كفيتك مؤونة غريمي. كيف؟ كيف؟ واضحة يا مولاي، إنه لم يبارز ولن يبارز ولم يخرج لمبارزة أحد، فليت غيري يكفيك غريمه كما فعلت. خرج آخر من الخوارج يطلب المبارزة. إني أعوذ بروح أن يقدمني إلى القتال فتخزبي بنو أسدي. إن القتال مع الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسد. إن المهلب حب الموت أورثكم، وما ورثت اختيار الموت عن أحد. لو أن لي مهجة أخرى لجبت بها، لكنها خلقت فردا فلم أجد. وهكذا رأينا أيها السادة كيف كانت بسالة أبي دلامة، وكيف كانت شجاعته، ومع ذلك وكان شجاعا في هذه الطرفة عن غيرها، فإنه في مرة سابقة عندما ألجأوه أن يخرج لمبارزة أحد الأعداء، إذا هو يلوي عنان جواده ويفر هاربا، فقال قائد الجيش: من هذا الذي فر؟ أخزاه الله. فسمعه أبو دلامة فقال معلقا: فر أخزاه الله خير من مات رحمه الله. هكذا كان أبو دلامة، وهكذا كان طبعه. وإلى حلقة الغد إن شاء الله، ونسأل الله لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.